مرفوعة، هذه الكلمة يؤتى بها اختصارا، وكلمة مرفوع يمكن أن يكون الراوي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون سمعه من صحابي، ويمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بهذا، ويمكن أن يكون حدثه مع جماعة أو في ملأ. والمرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع حقيقة ومرفوع حكمة. فالمرفوع حقيقة أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرفوع حكمة فله صيغ، من بينها كان يقول الصحابي كما جاء عند أبي داود قال علي رضي الله عنه من السنة أن يخفي المصلي التشهد، هذا يعد مرفوعا حكمة. من بين الصيغ كان يقول فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، ومن بين الصيام أن يقول فعلنا كذا والقرآن ينزل، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. ومن المرفوع حكمة أن يخبر الصحابي بما ليس للرأي فيه مجال، كأن يقول سيكون في المستقبل كذا، أو يكون في القيامة كذا، فإن الصحابي لا يمكن أن يتجرأ على أن يقول شيئا من المغيبات لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يشترطون ألا يكون هذا الصحابي قد علم بالأخذ من بني إسرائيل كابن عباس رضي الله عنهما، فإذا أخبر بشيء فإنه ينظر في حال هذا الحديث لربما أخذه من بني إسرائيل.